السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كديرين أحبائي حبيباتي، لاباس عليكم؟ مرحبا بكم اليوم في وصفة جديدة اللي هي وصفة الشباكية. كما كتشوفوا كنتمنى أنكم تتابعوا الفيديو للآخر إن شاء الله باش تعرفوا على مقادير وطريقة التحضير ديال هذه الوصفة. الشباكية ديالنا كتجي مجعبة، شربة العسل هانتوما شوفوا، شتو كتجي غزالة وهشيشة، منظر ديالها زوين، اللون ديالها زوين كيما كتشوفوا. نشوفوا عليها، انا نحب معكم عليها، هي مبروقة، شرب العسل من الداخل. شفتوا سمعوا الصوت اللي كدير، شي شفتي. كنتمنى انكم تجربوا الوصفه ان شاء الله. الا كنتم مهتمين بالوصفه وطريقه التحضير بقاو معايا حتى الاخر. المقادير ديال الشباكيه ديالنا كما كتشوفوا معايا، عندنا هنايا كاس ونص ديال الزيت، الكاس تقدروا تعبروا بكاس العنبه، انا هذا الكاس عندي كبير شويه على كاس العنبه دونك ما عمرتوش كاريمون. المهم ها هو كاس ونص ديال الزيت. عندي هنايا اللوز، هذا الجنجلان اللي مطحون مزيان، كنتمنى انه يكون باين معكم، ورطب ضروري طحنوه مزيان باش ما يقطع لكم الشباكيه ديالكم. طحنوه مزيان 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 باش ما كاس ديال العنبه اللي هي 100 غرام، ما عامرش بزاف، وتقدروا تعمروه ماشي مشكل. هنايا عندي اللوز 100 غرام ولا 125 غرام على الاكثر، ديروا ديال اللوز وطحنوه مزيان. هانتوما كما كتشوفوا حتى هو كاس العنبه عامر. عندي هنا الزبده 50 غرام ديال الزبده، ولكن لما كتذوبوها وتحيد داك الكشكوشه ديالها تقدروا تستعملوا حتى اكثر، شي 100 غرام ولا 80 غرام. ملي كتمشي داك الكشكوشه وكتولي باش تولي لكم هكا بوغ نوازيت كما كتشوفوا. هنا عندي 50 غرام تقريبا. عندي هنايا مزهر، ها هو يعني تقريبا يقدر يكون نص كاس ديال العنبه، انا عبرته هنا بمعلقه كبار، معلقه كبيره بحال هكا، عطاني 4 معالق كبار باش نسهل عليكم. هنا عندي الماء اللي دافي 2 كيسان كبار، خديت العبر بهذا الكاس، يعني كاس العنبه فيه شويه كاس العنبه. عندي هنايا الخرقوم، شويه الخرقوم وشويه ديال الملون. الناس اللي ما كيبغوش الملون الصناعي، انا كيعجبني على وديت اللون، يقدروا يديروا الزعفران شحره، يقدروا يديروا داكشي اللي الضويمه ديال الزعفران فهي كتلون. عندي هنايا معلقه كبيره ديال النافع مطحونه مزيان، ومعلقه كبيره ديال حبه حلاوه، ومسكه حره شويه تاهي طحنتها معاهم، حبيبه المسكه الحره شي 4 ولا 5، ودرت الكوزه تاهي حكيتها وطحنتها معاهم، حكيتها شويه بحكاكه وعاد طحنتها معاهم تاهي الكوزه. هنا شويه شي حكه الكوزه كما كتشوفوا. عندي هنايا الخل، معلقه كبيره ديال الخل ونص تقريبا، عندي هنا معلقه ونص تقريبا، عندي هنايا معلقه صغيره ديال القرفه مطحونه مزيان، حتى هي ضروري تكون مطحونه مزيان، وعندي هنايا قبيصه ديال الملح نص معلقه صغيره. هنايا عندنا الخميره، غادي ندير منها غير نص معلقه، وغادي ندير عاوتاني شويه ديال الخميره معجونه، غير شويه شويه، انتما غادي تشوفوا معايا شحال شويه الخميره معجونه. حبوب، هذه خميره حبوب ديال العجين، اللي عنده الاخرى يقدر يستعمل الاخرى. وهنا عندي الجنجلان اللي محمر، ودير في هذه القريعه باش يصلح للتزيين، يصلح نزين به وخلاص. ما ننساوش الدقيق ديالنا، ها هو انا غربلته ودرته هنا في هذه الكسعه. هنا عندي كيلو و100 غرام بالضبط، كيلو 100 غرام، تقدروا ديروا غير كيلو، المهم انا درت كيلو 100 غرام هنايا. المهم دابا غادي ندوزوا للطريقه ان شاء الله باذن الله ديال التحضير ديال الشباكيه ديالنا، بقاو معايا باش تشوفوا المراحل كامله ان شاء الله. غنضيفوا النواشف كامله، اللوز ملي كيكون حتى هو مطحون مزيان، علاش يطحون مزيان؟ باش ما يقطع لكمش الشباكيه، ما بقاش تقطع ملي تكونوا كتصايبوها، ما بقاش تقطع لكم. الجنجلان كذلك، النافع، حبه حلاوه، مسكره حره، والكوزه، القرفة والملحة، بطبيعة الحال نصيدينا مزيان قبل ما نقوم بالعملية. هاد الخرقوم والملوبين غنديرهم في الماء بحال هكا، غنحركوهم
هذا غير باش كيعطينا داك اللون زوين الشبكيه ديالنا وصافي. الناس اللي ما كيبغيوش من الافضل انهم يديروا على الاقل الخرقوم الزعفران شعر. المهم غادي نجيبوا هادو ديالنا هنايا نقربوا عناصر اخرى. هانتوما كاين غنديروا قبيصه ديال هاي. الناس اللي باغيين يصايبوا الشبكيه وما قادينش مثلا يشبكوها باغيين يشبكوها مثلا ويخليوها ولا يخليوها هي العجينه ترتاح في الثلاجه حتى الغدا عاد يشبكوها ولا يشبكوها ويخليوها حتى الغدا عاد يقليوها. ما يستعملوش الخميره ديال العجين، ما يستعملوش خميره العجين لان غادي تخمر ليهم وما غاديش يقدوا. ملي غيقليوها غتخسر ليهم الشبكيه، غتخمر وغادي تنفخ وغادي هذا تفتت لهم دغيا. من الافضل ما يديروش الخميره. غندير انا غير قبيصه غير شويه يعني تقريبا شنقول لكم قبيصه قبيصه. ها هي انا غنديرها في يدي ونشوف. ها شفتوا غير شويه صافي. وكذلك الخميره الاخرى غندير غير شويه. ولا المبتدئات مثلا اللي ما يقدوش يشبكوا بالزربه ولا شي حاجه، الافضل انهم يديروا ما يديروش الخميره بزاف، ما يكثروش الخميره، يديروهاش كاع، يديروا غير شويه ديال الخميره مثلا الكيميائيه وصافي. الخميره الكيميائيه انا غندير غير هادشي. ها نتوما يعني نص معلقه صغيره. الشبكيه راه كل واحد كيصايبها بطريقته، يعني كاينين طرق متعدده وكثيره وكل واحد وكيفاش كيدير ليها. انا غير كنشارك معكم الطريقه ديالي انا. الناس اللي بغاوها طلبوها مني قال لي بغينا كيفاش كديريها انت. كنحركوا هادشي هكا. دابا غادي نزيدو هذا ديالنا كاملين الزيت. كاس ونص كما قلت لكم. غنزيدو الزبده بيغ نوازيت دوبوها تمشي داك الماء اللي فيها كامل كتعطيك نتا واحد المذاق زوين. غادي نزيدو غادي نزيدو هنايا ما زهر غنحاولو نخلطو هكا مزيان. غادي نزيدو هنايا الخل وغنبقاو نديرو هاد الماء ديالنا. بالتدريج بشويه بشويه باش من الشبكيه ضروري تبقى قاصحه، العجينه ديالها تكون قاصحه ماشي تكون رطبه، لان باش ما اولا ما تعذبكمش في الشباك وفي التشكيل ديالها، ثانيا باش تبقى لكم هشيشه. الا بغيتو الشباكه يجي لكم هشيشه من السر ديال الاسرار ديال ان لاباط ولا العجينه ديالها خاصها تبقى قاصحه. الا مشات حتى بالضبط جريتوها اولا غادي تجيكم قاصحه في الماكله ديالها، ما غاتجيكمش فتيه وزوينه وهشيشه، وثانيا غتعذبكم بزاف في التشكيل ديالها. المهم انا غادي نبقى كنجمع فيها بالماء وهذا. وهانتوما كما كتشوفوا ها هو القوام ديالها كي كيجي، كتكون قاصحه شويه ولكن متماسكه، ماشي زعما داك القصوحيه قصوحيه بزاف وماشي اللي غيصلح لنا ندلكوها شويه تينا. انا شو شحال شرت معايا هنايا، شرت لي تقريبا نص كاس ديال هذا، يعني درت غير كاس ونص ديال الماء، كاس ونص ديال الماء لان على حسب الدقيق كما كتعرفوا ديما ردوا البال مع الدقيق وداك السوائل اللي درناه وداك الشيء. هي دابا انا غادي نحيد هذه
الصلصه مزيان قبيله، نبدا ندير بحال هكا، نحط مع العجين ديالنا هنا ونحاول نفكوه شويه بعد ما تلقى العجين ديالنا كما كتشوفوا كنقطعوه الاجزاء ونحبلوه شويه بيدينا، نديروه في بلاستيك غذائي وحاولوا ان القطع تكون صغيره متساويه باش تسهل عليكم ملي تدوزوها في اله التوريق ان شاء الله. كما كتشوفوا كتجينا ساهله العجينه وكتعطينا الطوع اننا نشكلوها كما بغينا. ندخلوها للثلاجه لمده 10 دقائق فقط باش نعاودوا ان شاء الله نخرجوها ونخدموها نطلقوها بمدلك شويه وندوزوها في اله التوريق ديالنا ان شاء الله. ودابا كما كتشوفوا انا جبت هادو غير واحد الحصنين ديال المكنه هكا، هما الالات اللي كنقول لكم يعني بحال الطابع اللي كيخرج الشبكيه. كاين هادي، هادي شريتها انا ب 20 درهم، هادي شريتها ب 30 درهم. انا كنت شريتها هي الاولى ولات بانت لي بحال كبيره، وليت رجعت عنده باش ناخذ هادي واخا خفت يكونوا ماشي نوعيه مزيانه، ولكن هو قال لي هادو هما النوعيات الزوينين اللي كاينين في السوق. يعني هادي 30، هادي ب 20 درهم، وهادي شريت واخا عندي وحده اخرى شريت هذه قال لي حيت ماركه مزيان ايطالي، هذه دايره 20 درهم. المهم غنخليهم هما هنايا، غادي نشدو العجين ديالنا بحال هكا، غنجيبو مدلك ونحاول نكونسرحو بحال هكا. غادي ندير هكا، هذه هي الطريقه اللي كتخلي ان الشبكيه ديالكم تجي مورقه وزوينه. صافي نخلي هكا على جنب، غادي نشد هذا ونستمر انا بنفس الطريقه اليوم كاملين واللي صايبناها. وهنا كنجبدو القطعه ديالنا الاولى، كنطلقوها من لك مزيان على شكل طولي كما كتشوفوا مستطيل، وكنقطعوها بالجرارة ديال البيتزا على جوج باش تولي لنا جوج قطع باش يسهل علينا اننا ندوزها في آلة التوريق. انا كندوزها في آلة التوريق على الرقم واحد في الاول ومن بعد رقم 4 باش كترقاق، وكل واحد على حسب الآلة ديالو. واللي بغى يطلقها غير بمدلك يقدر يطلقها بحال هكا غير بمدلك فوق سطح العمل، غير المهم انكم ما ترقوهاش بزاف تيبقى يبان لكم سطح العمل وما تخليوهاش غليظة. حاولوا انكم ديروا الشريط يكون على حسب العبار ديال الآلة ديالكم، القطعة ديال الشبكية يعني المرشم. كما كتشوفوا انا كنسرحها مزيان تبانت لي رقاق شويه. ندير معكم هاد الاله الفتحه ضروري داك الفتحه تكون من جهه الاسفل كما كتشوفوا معايا مزيان باش ما تحلش ليكم ولا تهرس، وكتضغطوا عليها من الوسط كتضغطوا مزيان بيديكم بجوج باش كتقطع عليكم بسهوله، وكتحيدوا داك الزوائد اللي في الجنب. وها هي داو داكشي اللي شط ضروري انكم ديروه في بلاستيك غذائي باش ما ينشفش ليكم. كتشكلوا الشبكية ديالكم كما كتشوفوا، كنديروا الشريط الاول فوق الاصبع، الثاني اسفل الاصبع، كنقلبوا الاول على الثالث كما كتشوفوا، عاوتاني كنديروا الرابع تحت الاصبع، وكنديروا داك الجوج الاولين فوق الخامس، وكنضغطوا عليها من الجوانب مزيان باش ما تحلش ليا تكون كتقلى، وكنحطوها هذا وكتولي لنا وريضه، كنحطوها على سطح العمل كتولي لنا وريضه بحال هكا. كنستمروا على النحو كما كتشوفوا، هي الثانيه حتى هي نفس الشكل. انا غادي نوريكم الطريقه مره اخرى، المهم غير طول البال وغيب شويه عليكم وتتعلموا بشويه بشويه، راه حتى واحد مازال معلم يعني بشويه بشويه حتى كنتعلم. وهنا كما كتشوفوا طلقت هاد الاولى، هادي على الرقم واحد اللي كتبان قدامكم، ورقم ثلاثة غليظه شويه وبغيت نجربها معكم باش نشوف، وعاوتاني الاخرين على رقم واحد ورقم 4 جوج اشيطه اللي من لهيه. دابا غنستعمل الاله ديالنا، نتوما كما كتشوفوا كتقطع مزيان، كنحيدوا داك الزوائد المجم كما قلت لكم نحتاج بهم ضروري في بلاستيك غذائي، وكنخدم حتى ديك الصغيره بغيت نجربها معكم. ها نتوما نفس الطريقه كنضغطوا من الوسط مزيان بيدينا بجوج باش ما تفكش لينا، والفتحه كتكون من جهه الاسفل كما قلت لكم، وكيقطعوا لينا مزيان صراحه زوينين عمليين وكيهنيكم دغيا. تقدروا ديروا اشرطه بزاف في نفس الوقت وتشبكوا يدكم الا كانت خفيفه بالزربه. انتما كما كتشوفوا صراحه نفعوني
هانتوما نفس الطريقه اللي ورتكم قبيله، كتحلو مزيان الاشرطه، كديروا الشريط الاول فوق الاصبع، كتحطوه على الثالث، عاوتاني الثالث على الخامس، وكتفتحوا ضروري الاشرطه ديالكم باش تلقات الشباك ديالكم فين تنفخ، وكتضغطوا من الاسفل وكديروا على شكل وريضه. هانتوما كنتمنى ان تكون واضحه الصوره معكم، هاي الشباك ديالنا. وكتستمر نفس الطريقه، نفس انا ندير معكم واحده اخرى هذيك اللي من هنا اللي غليظه شويه، نفس الطريقه. هما صراحه ما بيناتهم شي فرق كبير، لا الاولى ولا الثانيه في الحجم، شويه كبيره الاولى على هذا، يعني انا كنفضل ان الانسان اللي كيبغي يصغي وراه شباكه صغيره يدي قطعه صغيره، والانسان اللي بغي شباكه عاديه يدي هذيك القطعه الكبيره. انا غير شريتهم بجوج باش نجربهم بجوج ونشوف كيفاش دايرين. خليتها دابا كتنشف قبيله، الثاني ثاني ها هو الاخر، شفتو هو هذا، كتخليوها كتنشف. انا خليتها المهم نتوما كتعقلوا على الترتيب، الاول اللي درتوها كتنشف الاولى، كتبداو بها هي الاولى في القلي. انا كنوجد انا نوريكم العسل والزيت دابا اللي غنقلي فيهم والطريقه ديال القلي ديالها. وهي بالنسبه للزيت يعني سخنت ليا مزيان، سخنتها نتوما تشوفوا البطن عافيه، دابا درتها مهيله شويه متوسطه يعني ما مهيله ما معايا، غنديروا الشبك ديالنا هكا. هانتوما شفتو كنقوها على هاد النار شويه حداها، اللي بان ليا تحمرات مثلا هذه باقيه شويه غادي نحيدوها، شفتوا لان ديجا غادي تاخذ اللون ديالها غير تولي ذهبيه، لان غتاخذ اللون ديالها مع العسل راكم عارفين. ما غادي نقلي انا الكميه كلها وغادي نوريكم منين نحيدوها، غادي نديرو نطفاوها في العسل ديالنا اللي يكون بارد، ضروري العسل يكون بارد لان كتكون سخونه باش يلصق عليها ويثبت عليها داك العسل. وغتخلي واحد الكميه ديال العسل، انا نقول لكم في الاخر شنو غادي نديروا بها، ديما العسل ديالكم حيدوا منه واحد شويه، ما ديروهش كامل لان غنحتاجوا واحد شويه يكون بارد. غنوريكم في الاخر شنو غادي نديروا. صافي اللي بانوا لنا متوفقين شويه، كنعتذر على الاضاءه لان بديتها في الصباح ودابا راكم عارفين العشيه. هي قريبة، ها هو اللون ديالها كيف كتشوفوه كيجي ذهبي، شفتوها نيشان كنطفوها في العسل داك الساعة غير كنحيدوها من نهار ديالنا كنديرو في العسل اللي يكون بارد. هانتوما شفتو القوام ديال العسل كي داير، صراحة صدق غزال. كنتمنى انكم تشوفوا الوصفة ديال العسل اللي درت معاكم، وصفه غتلقاوها في القناه ان شاء الله باذن الله، غنحطها لكم حتى هي باش تستافدوا من هذا ديال العسل وتشوفوا جا القوام ديالو الغزال. صافي كنبقاو نديرو لهم بحال هكا، نحاول نطفيهم تحت مزيان ونخليوهم يتشربوا العسل ديالهم مزيان 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 مزيان. هانتوما شوفوا شفتوا بحال هكا باش كتعسل لينا مزيان وكتشرب داك العسل. العسل اصلا راه تقيل، يعني القوام ديالو تقيل ماشي داك العسل اللي كيكون خفيف، بحال هكا غير بشوية شنو تهرش لينا لانها فتية بحال هكا. غنخليوها شوية هكا في هاد العسل كتشربو، وغنمشيو نديرو الشباكية ديالنا الاخرى، الشباكية ديالنا الاخرى كما كتعرفو تقلى.
قبل ما تقلاني انا الشباكيه نحسو بها قربت طيب كنحيدو هذه. انا موجده هنا كسكاس، هانتوما كما كتشوفوا كنديرها في هذا الكسكاس هذا دايره.